الفلوس دي ممكن تيجي عليك بخراب والموضوع مش مستاهل. ده هي اصلا بالحلال ماشيه بالعافيه، يعني هي بالحلال ماشيه بالعافيه، ما بالك بقى لو مشيت بالحرام. يعني لا يا عم مش ناقص يا عم، حد الله ما بيننا وبين الحرام، وحد الله ما بيننا وبين وجع الدماغ يا عم. الموضوع فعلا مش مستاهل، والموضوع فعلا ما بيستاهلش ان انت تعمل كل الحاجات الهم اللي انت بتتكلم فيها دي. عامل مثلا زي الحوار بتاع امبارح ده يا خليل، الحوار بتاع امبارح رئيس الجزائري كان بيتكلم في حاجه وبعض اليوتيوبرز حولوها لحاجه تانيه. يعني رئيس الجزائري كان بيتكلم في حاجه، بعض اليوتيوبرز حولوها لحاجه تانيه عشان خاطر وجهه نظرهم وعشان خاطر يرضوا جمهورهم. بص يا خليل، انا عايز اقول لك حاجه، للاسف الشديد الكونتنت اللي على اليوتيوب زيه زي كل حاجه في الحياه، انت بتخاطب الفئات وبتخاطب الطبقات بتاع الناس، انت بتخاطب الفئات وبتخاطب الطبقات بتاع المجتمعات. فللاسف الشديد هنا في يوتيوب والكونتنت ده انا بحس ان هو بيخاطب فئات نوعا ما، يعني فئات نوعا ما انت مش هتستفاد منها حاجه في قصه النقاش، ولا هتستفاد منها حاجه في قصه الاختلاف، لان الفئات دي اصلا مش مؤمنه بقصه الاختلاف في الراي لا يفسد الرد قضيه ولا الكلام الحمصي ده. الفئات اللي انت بتخاطبها اصلا هي فئه رايحه في داهيه. لا بص اكون صريح معاك، لا الشرقاوي مطبل للمغرب، لا الشرقاوي نفسه هو عارف ان هو بيطبل للمغرب، بس اكتر حاجه بحبها في احمد ان هو بيتعامل مع الوضع عادي. يعني اكتر حاجه بحبها في احمد ان هو متعامل مع الوضع عادي. انا ما كنتش متعامل مع الوضع ده، يعني انا اللي هو ساعات لما كنت بقعد مع نفسي وانت فعلا بتطبل للمغرب، انا كنت بقول ان انا بقول وجهه نظري، يعني انا كنت بقول ان انا بقول وجهه نظري، ممكن تكون وجهه نظر بترضي بعض المغاربه، بس انا كنت حاسس ان انا مش بطبل. يعني انا كنت حاسس ان انا مش بطبل، انا في وجهه نظري انا ما كنتش بحس ان انا بطبل. انما اكتر حاجه بحبها في احمد ان هو متعاطي مع القصه، واكتر حاجه بحبها في الناس اللي بيعملوا الكونتنت ان هم متعاطيين مع القصه، اللي هو يا اسطى انا بطبل للمغرب. يعني دي اكتر حاجه بحبها فيهم، يعني هي دي اكتر فكره بحبها عندهم، ان هم يا اسطى احنا بنطبل للمغرب، ايه المشكله؟ يا اسطى المغرب ابويا وامي عشان خاطر بكسب من وراه فلوس. يعني هي دي انا بحبها فيهم بصراحه، اللي هو متعاطيين مع نفسهم يعني، ومتصالحين جدا مع نفسهم ومتصالحين مع الحقيقه دي. فاهمني؟ يعني او فاهماني؟ هم متصالحين جدا مع الفكره دي، متصالحين مع فكره ان المغرب ابويا وامي وخالتي وعمامي وهم اسرتي. ودي حاجه انا بحبها فيهم، هم متصالحين مع نفسهم وعارفين هم بيعملوا ايه وعارفين الدنيا رايحه فين. يعني انا بالنسبه لي لا، احمد لما الريتش بيقع عنده بيهاجم الجزائر عادي. يعني لما الريتش بيقع عنده بيهاجم الجزائر عادي. لا ده على فكره بجد الجزائر عادي. ده كلام بجد، وبقول لك عن تجربه، اصل انا كنت عارف احمد من زمان، يعني بس احمد انا كنت عارفه من زمان، وكان في ما بيننا علاقه وكنا بنكلم بعض، او مش علاقه، كان في ما بيننا شويه صداقه كده من بعيد وكنا بنكلم بعض بس.